للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية السيد عبد القهار السامرائي. نرحب بك أستاذ عبد القهار. يعني بعد الإخفاق في تشريع قانون الحرس الوطني للمرة الثالثة، باعتقادك هل باتت القوى السنية عاجزة عن تحقيق هذا المشروع؟ جمهوركم الكريم، حقيقة قانون الحرس الوطني من القوانين التي ثبتت في وثيقة الاتفاق السياسي، وثيقة إنشاء، وثيقة البرنامج الحكومي. بهذا يقتضي تمريره أن يحصل توافق سياسي بين الكتل السياسية الرئيسة، والتي لكل منها نظرة حول مصلحة جمهورها ومصلحة العراق بشكل عام. بالنتيجة نحن كتحالف للقوى العراقية والوطنية نحن لسنا بالضد من أن يكون الحرس الوطني حاليا يتحرك ضمن مناطق النزاع مع داعش بصورة وطنية، لكن رؤيتنا هو بعد التحرير ولنفس الأرى يجب أن يكون الحرس الوطني جهة داعمة للأمن المحلي من أبناء هذه المحافظات. تستقر أبناء هذه المحافظات ويستشعر المواطن بالأمن، ونتخلص من المشاكل القديمة التي سببت في بعض المناطق بالتوترات بين القوات الأمنية وبين المواطنين. هذا من جهة. من جهة ثانية، لسنا متحفظين على أبناء الوطن، وهم أبنائنا وضحوا في دمائهم الزكية في محافظاتنا في محاربة داعش، واستنفروا للدفاع عن وطنهم. وهذا مشكورين عليه ولهم منا كل التقدير والاحترام، ولكن يجب إشراك أبناء المحافظات أيضا لحفظ الأمن والاعتماد عليهم مستقبلا في تأمين مناطقهم، لكي لا ندع فرصة أيضا للإرهاب أن يعود إلى محافظاتنا ويعود إلى أمننا. لذلك تكون كل المحافظات هي نفسها بشيء من الاطمئنان اكثر مما كان يحدث سابقا. هذه وجهه نظر في هذا الشان، ولسنا طرف معرقل لعمل اقرار القانون. نتامل من شركائنا واخواننا في التحالف الوطني وفي بقيه الكتل ينظروا بعين المصلحه ايضا المستقبليه. لا اليوم نحن نعيش في حاله توتر، كون نحن نعيش حاله حرب، وهذه الحرب تستنزف منا كل الطاقات التي يتوجب ان نرصدها في سبيل القضاء على الارهاب وابعادها. طيب سيد عبد القهار، الميليشيات هددت باستخدام السلاح في حال تم اقرار القانون، الى اي مدى تعتقد بانه تهديد جدي، وما هو موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي من ذلك؟ السيد العبادي هو القائد العام للقوات المسلحه، وهو المسؤول الاول عن الملف الامني، سواء كان في عدد سواء كان الجيش او الشرطه او حشد شعبي، هو المسؤول الاول عن هذه الملفات. بالتاكيد هو اليوم مع جمله الاصلاحات والنهوض في الواقع الوطني للدوله، هو ايضا يتحمل مسؤوليه تحسين وترشيد عمل القوات الامنيه، ونتامل ذلك. ونسمع من الكثير، لا بل نسمع اغلب قوات الحشد الشعبي امتثالها لاوامر السيد العبادي، نتامل ان يفضي ذلك الى خير. شكرا جزيلا لك عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنيه عبد القهار السامرائي.